راح يسجل رقمه الحكم. حكم الطريق كل 200 متر عنا حكم، في عنا حكام على الطريق. فكل لاعب كل واحد يوصي بياخذ رقم. معنى الارقام حبينا نشارك بهالبطولة هاي بهالسباق، هذا الماراثون سباق اللي بنعشقه نحن كلياتنا، طبعا كل الشباب بيحبوا سباق الجري. انا بالنسبة للعمر اكبر واحد بظن مواليد 75، بجري من زمان يعني، بحب ممارسة لعبة الجري، وهلا عم نحاول مع الشباب ما شاء الله اليافعين، بكي بنحصل معهم شيء. بارك الله فيكم، الله يجزيكم الخير. سارق في السباق تقريبا ما يقارب 70 متسابق. كان هذا السباق فيه منافسة، لاحظنا فيه منافسة جيدة من قبل المتسابقين وإقبال، وكان السباق عبارة عن 5 كيلومتر، هو بين منطقة إدلب محافظة إدلب على طريق بنيش إلى ناحية أو مدينة بنيش. فيه خلينا نحكي بلغه الارقام، الشباب اللي شاركوا قديش توزعوا على كم مجموعه، وفينا نحكي كمان عن التوج. اللي توجوا هن 10 الاوائل، اخذنا من 3 هن الاوائل و10 تابعوا معي كمان اللي فازوا بالمسابقه، واللي ربحوا 10، 3 هن الاوائل ما شاء الله عليهم شباب وفي ربيع العمر كانوا، وأحيوا هذا النشاط بكل قوة ونشاط وأبدعوا في هذا النشاط. الحمد لله وصلت اليوم، أخذت مركز الأول. هلكت كثير على الطريق بس ضليت الإصرار اللي وصلنا لهون، الإصرار الحمد لله وصلنا لهون. قلت هل كم متر وهل كم متر وهل كم متر، بالأخير وصلت الحمد لله مركز الأول. يا خيو يا خيو يا خيو